استنوا يا ولاد في تليفون. الو. ايوه يا مي. ايوه يا حبيبتي، ازيك وحشتيني. عامله ايه يا روحي؟ الولاد كويسين قوي ولا بيسالوا عليكم؟ اه طبعا مبسوطين في حضن جدتهم. والله يا مي هما اللي مصبريني عليكي يا حبيبتي، مصبريني عليكي انت واخوكي. هتزوروني امتى يا مي؟ وحشتيني يا حبيبتي انت واخوكي. واخوكي اخباره ايه؟ لسه برضو مشغول؟ طيب يا حبيبتي انا مستنياكوا، اوعوا تتاخروا عليا يا مي. طيب يا حبيبتي بقولك ايه، مرات اخوكي عامله ايه يا حبيبتي؟ اكيد اخوكي مطلع عينها وفارسها، انا عارفاه طالع لابوه. وانت اللي عندك عامل ايه يا حبيبتي؟ ها فارسك برضو يا قلب امك؟ معلش معلش يا حبيبتي، قدرنا قدرنا. ماشي حبيبتي، يلا خلي بالك من نفسك وسلمي على اخوكي. مع السلامه حبيبتي، مع السلامه. ست انجي يا ست انجي. ايوه ايوه حاضر حاضر. في ايه؟ في ايه؟ انجي يا ست انجي، ست هبه عايزه ترميني من البلكونه، الحقيني والنبي. عملتي ايه تاني يا ستهم؟ كسرت طبق البيض اللي المعلم بعته بس، والختمه كان قصدي يا ست انجي. مش كده مش كده يا ستهم، ايه الكسوره؟ قلت لك 100 مره تخلي بالك. ولك ومش هسيبك يا مكسوره النعمه. خشي جوه استخبي لحد ما هديها. اوعي كده يا انجي، اوعي يا فهد. انت يا ستهم الكلب، اطلعي لي والمصحف ما حد عتقك من ايدي النهارده. عارفه هموتك، هرميك من في ايه؟ ايه العصبيه والافوره دي يا هبه؟ مش ممكن، عايزه تموتي البنت عشان كسرت شويه بيض؟ ايه ده؟ ايه جو اشارات المرور اللي انت عايشه فيه ده؟ اسكتي انت يا انش، اسكتي خالص. دي بنت يا اختي مروشه وايديها مرعوش، البنت عماله تكسر لي في الشقه. اه ما انا اللي شقتي بتتكسر وانت مش حاسه بحاجه. انت يا اختي قاعده لي هنا في جنه وشقتك سليمه. طب اهدي بقى، اهدي اهدي يا هبه حبيبتي، تعالي اقعدي بس وارتاحي كده. ارتاحي يا حبيبتي ارتاحي، كل حاجه بتتحل مش كده يا هبه؟ اقعدي يا حبيبتي هتعملي في نفسك حاجه. ارتاحي واحكي لي ايه اللي حصل بالظبط. تتحل ايه يا اختي؟ تتحل ايه؟ جت حل وسطها البت يا اختي المزغوده على قلبها. اول امبارح مسكت الفازه وهي بتجري وراح الدب كسرها، قلت خلاص خدت الشر وراح مش مهم. تيجي بقى امبارح تكمل بقى الطين مبله، تعمل ايه يا اختي؟ قاعدين بناكل، بقول لها تعالي يا بت شيل الاطباق، في حاجه دي يا اختي؟ لا خالص. تروح كسران الطبقين، ويا ريتهم يا اختي اي طبقين، ده الطبقين اللي انا شاريهم من التوحيد والنور في السالي. مين سالي؟ سالي يا انجي يعني تخفيض. سيل سيل يا اختي. سيل ايه بس وامطار ايه؟ هو ده يا اختي وقته؟ ما تاخدي لك كرسي كده تنمي من نفسك، ده يا اختي اللي انا فيه ده. المهم خلينا في البيت وفي قرفها. تكمل بقى النهارده المعلم بعت طبق بيت تكسره لي يا اختي وتزفر لي الشقه كلها، ويا ريت على كده وبس. الحلوه سايبه لي الشقه تضرب تقلب وقلقه قاعده تتفرج لي على الكرتون. ليه يا اختي؟ حد قال لها ان انا قلبت شقتي؟ حضانه براعم الزهور؟ طفله طفله يا هبه، زي الاطفال اللي في سنها يا حبيبتي، ما جراش حاجه. وبعدين انا مش فاهمه ايه غيتك في الشغالات الصغيرين؟ وبعدين انتي بصراحه ما بتراعيش فيهم ربنا. ايه اللي تلسعيها بشمعه واللي تشكشكيها بابره واللي تلبسيها مصيبه تدخليها الاحداث؟ والبت الغلبانه دي عايزه ترميها من البلكونه. البلكونه يا هبه انت اتجننتي. اتجننت ايه يا اختي واطفال ايه؟ ده انا كنت قد المزغوده دي كنت حبله في البت اسراء بنتي. وبعدين يا اختي امال عايزانا اجيب بقى وليه كبيره عشان تلهف الراجل مني، ولا اروح بقى اجيب بقى عيله مزه كده تمشي تتمرقع لي مع اي واد صايع وتحمل وتيجي تلبسني انا المصيبه؟ يا اختي يا ريت كنت الاقي معايا اللي يعمل معايا كده في طفولتي ربع اللي انا بعمله معاهم. ها ده انا مأكلاهم مشرباهم منيماهم مجهزاهم مأمناهم مستقبلهم. على يدي على يدي يا هبه بأمرت ان كل اسبوع في عيله جديده. نسيتي البت بتاعت الاسبوع اللي فات اللي مشيتيها بعاها مستديمه؟ يا هبه حرام عليك يا ماما، مش كده، دول اطفال وليهم حقوق على المجتمع. في السن ده الاطفال مكانهم المدارس مش شغل البيوت يا حبيبتي. وبعدين لعلمك بقى القانون ما بيسمحش ان اي بنت تشتغل اقل من 14 سنه. انشي بقول لك ايه، انت فرهطتيني. عارفه انا كنت نازله كده عندي باور امسك البت دي كده اعجها، انت هبطتي من عزيمتي. طلعي البت ولا مش هعمل لها حاجه، خلاص مش هضربها عشان خاطري. ها ايه بقى بوبو؟ ها مش هتعمل لها حاجه؟ برومس؟ ايه وعد يعني؟ ماشي. وحياه سالي؟ سالي مين؟ سالي بقى واطور من نفسي وكده. احبك انا بقى لما تلقطي مني قروبة. هاتي المنفضه. لا 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 الاطفال احباب الله. مش قلتي
عليا قوي. ست انجي يا ست انجي يا ست انجي، في ايه يا دادا؟ في ايه؟ انا قلت 100 مره ما حدش يقاطعني وانا بتفرج على الفيلم ده بالذات. بس يا ستي. بس ايه بس يا هسمي؟ من قدامي يا ام علاش، مش شايفه. تعالي في الفصل الاعلامي بشوقك بقى. بس انا حبيت اقول لك اهو من بدري ان انا هسافر. انتي اغلى منك يا روحي. عيلي الفيلم توز في الفيلم اهو، ابقى اجيبه دي في دي. حاطي حبيبتي اقعدي حاطي. انا سمعت كده خير، اللهم اجعله خير، حاجه كده متهيألي يعني هسافر، حاجه كده دمها تقيل. اصل عقبال ما تفرحي بمايا وهي عروسه، البت عيشه بنتي، فرحها قرب ولازم انا اسافر البلد لحد ما الفرح يتم واطمن عليها. ألف مبروك يا حبيبتي. ربنا يطمنك عليها. وماله وماله، نقول أسبوع كده كويس؟ أسبوع ده إيه يا ست إنجي؟ ده لسه الطحينة والتنجيد والإنفريش، وبعد كده بقى الفرح. قبل ما أفرش المي بإيديا. في حياتك يا دادا، ألف مبروك يا حبيبتي. وأنا عندي أغلى من عيشة. وماله، نقول أسبوعين حلو؟ أسبوعين إيه؟ هما شهرين إن شاء الله. ليه؟ شهرين ليه يا مفترية؟ انت هتستنيها لما تولد؟ هي في واحدة بتحبل وتولد في شهرين برضو يا استنجي. انت ليكي نفس تهزري يا ام علاش، حرام عليكي. ده انت بتاخدي اجازات اكتر ما بتتنفسي يا شيخة. انا ساعات بنسى ان انت معانا في البيت اصلا. بعدين ايه ده؟ قومي فزي وانت بتكلميني. اصلي يا ستي، البت وجوزها ناويين في شهر العسل يروحوا يعملوا عمره عشان ربنا يبارك لهم في الجوازه بقى وكده. قلت اطلع معاهم. عقبالك يا استنجي انت والاستاذ علي. عمره في شهر العسل وامها طالعه معاها؟ العيله الاوفر دي. انتوا اوفر يا ام علاش، انت شخصيا اوفر. لعلمك بقى، انت فاكره يعني ان انا هحتاج لك؟ انا ولا يفرق معايا. روحي سافري يا ام علاش، مش فارق معايا. انت فاكره ان انت ليكي لازمه؟ لا، انا مقعدكي هنا بس علشان جدتي اللي كانت مربياكي، هو ده. انما انا ايدي بايدك في كل حاجه في البيت. ايوه، اذا كان على الاكل الولاد يطلبوا دليفري، مش فارق معايا. سافري شهر اتنين ان شاء الله 10، اتفضلي على المطبخ. منك لله منك لله يا قدر، بس ما تتاخريش والنبي يا معلش، تاخريش بس يا حبيبتي. وده اللي جاب لخالتي الكافيه بقى بعد طلاق بنتها. بس الصراحه يعني العريس كان عنده حق. ليه؟ على راي المثل، العروسه اول اسبوع فانوس منور وبعد كده عفريت مصور. خرب عقلك يا منال، والله مش عارفه بتجيبي الكلام ده منين. منال معلش، انا كان عندي طلب يعني، بس انا مكسوفه والله اسالك. في كتاب كنت سالفاه مني من حوالي 6 شهور كده، اسمه كيف تدير وقتك. كنت عايزاه عشان بكتب يعني مقاله عندي في العمود، وعايزه انقش منه كلمتين، ما اخبيش عليكي. لا حاضر عيني، حالا يا اختي يكون عندك. ميرسي يا حبيبتي. ما كانش له لازمه ابدا التقطيم ده. ايوه يا باكينام. يا حبيبتي بقول لك، في كتاب كده على الكومودينو ورا البرواز اللي فيه صورتي وانا متصوره بالمايو في مراقيه وماسكه الكابوريايه من ديلها. هاتيه يا حبيبتي. يلا مع السلامه. ايه ده، انتي بتلبسي مايو؟ وان بيس بقى ولا تو بيس؟ لا، 5 بيس. يا دوبك. عن اذنك حبيبتي، دي واحده. هلو هلو، مدام منال موجودة؟ مدام منال موجودة. نقول لها مين يا فندم؟ باكينام لو سمحتي. اتفضلي. اتفضل. منال حبيبتي، متهيألي في ضيوف عشانك. ضيوف ايه يا انوش؟ يوكتك ايه؟ انت باكينام. اتفضلي يا مدام. بس ده كتاب تنميه بشريه. يا اختي، ومالها التنميه البشريه؟ يا فندم، ده نصب وضحك على الدقون، مفيش قواعد نقدر نحطها للناس كلها، كل شخص بيختلف عن التاني طبقا لوعيه وتجربته الشخصيه. لو حضرتك عايزه تفهمي نفسك وتحكمي فيها، يبقى الافضل تقري في كتب علم النفس والفلسفه، مش النصب والكلام الفاضي ده. وماله يا اختي؟ لا عداك العيب وازح، يا ريت انت كمان تازحي لو كنت خلصت. انا فعلا خلصت يا فندم. هاف ا نايس ايفنينج. هاف ا نايس درينك. نايس تو ميت يو. نايس تو ميت يو تو. باي. اتفضلي معانا شويه. ميرسي. اتفضلي حضرتك. ميرسي. خدي الدور في ايدك يا انشي.
الكتاب يا انشي. الكتاب رسي قوي. لا مين البسكوتة دي؟ دي باكينام. ما انا عرفت انها باكينام. بتشتغل ايه باكينام دي؟ دي البت اللي بتيجي تنظف، بتيجي مرة كل اسبوع. دي بتيجي تنظف؟ امال اللي زيك يعملوا ايه؟ قصدي يعني بس شكلها بنت ناس قوي على اللي بيحصل ده. لا ما هي فعلا بنت ناس، ده عقبال امالتك بتحضر الماستر في اداره الاعمال في التعليم المفتوح. عارفه يا اختي، هي خلصت دراستها وراحت اشتغلت مديره مكتب عند راجل كده ولا اللي مشغلها في السخره 10 ساعات في اليوم يا انشي، ولا يوم اجازه، 2000 جنيه اخر كل شهر. قامت سابته بقى واحترفت الشغل في البيوت، تروح لكل واحدة أسبوع بس تمسك لها البيت من مجاميعه، تغسل الإيشاني، تمرش السجاجيد، وبعدين بتاخد في 7 ساعات 200 جنيه، يعني بتقفل لها كل شهر يجي 3 في 6 ب 80، 6 في 10 ب 30، يجي 4500 جنيه في الشهر. ده غير بقى انها بتضرب يومين أجازة، تروح جامعتها تشوف مذاكرتها، ربنا يقل راحتها، ده غير البقشيش. معلش بس عشان مش عارفه استوعب الموضوع، كبير قوي عليا. باكينام بتمرش السجاد وتغسل ازاي يعني؟ انت ما شفتيش ضوافرها؟ ضوافرها حلوه قوي. شفت ضوافرها يا اختي، انت اللي ما شفتيش العده اللي هي بتجيبها معاها، ايش جوانتيات على صابون تنظيف على كريم تلطيف، ده غير انها جايبه بتاعه كده مسكه بتقفش في ركبتها عشان يعني لما تمرش السجاد بعيد عنك ما تقشفش. ده انا شفت معاها العجب يا انشي. ما تفكرينيش بالركب والتقشيف، ما تفكرينيش. طيب معلش، وانتي ما بتخافيش على أستاذ شريف منها؟ لا اخس عليكي، هو شريف يبص لحتة بنت مفعوسة زي دي ولا لأي واحدة أصلا؟ معلش يا انشي، اللي معاه واحدة زي القمر زيي، ايه اللي يخليه يبص لواحدة تانية؟ ده غير ان شريف ما سمعش عنها حاجة أصلا، ولا شافها قبل كده، ولا عمره هيشوفها، بس ده يعني بالصدفة ليه؟ أنا والحمد لله الحمد لله واثقة في نفسي. ما هو 5 بيس صحيح؟ نجلي الليجة. مع السلامة يا ليلى، خلي بالك من نفسك، هتوحشيني أوي. يا حبيبتي ما تعمليش في نفسك كده يا ست انجي، ده هما كلهم شهرين هيعدوا يا حبيبتي بالطول ولا بالعرض. السلام عليكم يا سعادة. شدة وزول إن شاء الله. هتوحشيني أوي يا دادا. وأنتوا كمان يا حبيبتي. نشوفك بخير يا دادا. متحرمش منكم يا حبيبي. السلام عليكم يا استاذ عادل. عليكم السلام. مش هوصيك يا ست انجي، سوري بيحب اللبن سخن، ومي بتحب سندوتشات اللانشو. هيتلطموا هيجوا ايام سودة من بعدك. ليه بس يا ستي؟ والاستاذ عادل بيحب يقعد في الحمام كتير، والنبي تسيبيه براحته. حاضر. هما شهرين هيعدوا يا حبيبتي بالطول ولا بالعرض؟ شكلهم كده هيعدوا بالعرض. فوتكم بالعافيه، لا اله الا الله. معلش يا معلش ست انجي. انا مين يا دادا؟ قصدي سمعتي لي بالسلامة، خلي بالك من نفسك. حاضر يا ست انجي، حاضر. معلش يا حبيبتي، معلش، كنتش عارف انك بتحب مواليش قوي كده. اصلك مش عارف هتلطف من بعدها ازاي. انا كنت فاكرك بتحسي طلعتي واطيه.
رجلك يا قنوجه. يا ضهرك يا قنوج اللي وجعك يا قنوج. يا صحتك اللي راحت يا انجي من بدري. يا غلبانه يا انجي اللي محدش بيساعدك، محدش بيساعدك ولا حتى بشكرانيه. عيني يا يما، يا عيني عليكي يا انجي اللي اتخصم لك نص مرتبك النهارده. يا يما يا يما. بس 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 بدأنا وصلت الند. خير؟ عاوزه ايه لخصي؟ ابدا يا حبيبي، اصل انا كلمت ماما النهارده عشان تيجي تقعد معانا يومين لحد ما ام عليش تيجي من الاجازه، يعني تساعدني في البيت والاكل والولاد وكده يعني. نعم حماتي تيجي هنا؟ نعمين. لا مفيش حاجه حبيبتي، حماتي تيجي في اي وقت تنور. بس مش شايفه ان تعب عليها انها تيجي تخدمك في السن ده يعني؟ لا ما تخافش على ماما حبيبي، ماما صحتها زي الفل. خلي بالك انت بس من نفسك، وبعدين انت مش هتخاف عليها اكتر مني. اللي تشوفيها حبيبتي. يو افلام رخيص ايه؟ لا لا ابدا مفيش حاجه. ماشي يا علي، نام يا علي، نام بدل ما افرجك على ريا وسكينه ولا غرام الافاعي. نام. يا ساتر يا رب، ده مين الرخم الرزل اللي جاي الساعة 7 الصبح يوم الأجازة ده؟ يا ساتر على البشر. إيه ده؟ علي. أهلا حماية كمان. إزيك يا علي؟ معقولة؟ الساعة 7 ولسه نايمين يا علي؟ صحيح، إزاي يعني ننام لحد 7 الصبح يوم الجمعة؟ ده حتى ما يصحش. يلا مغاوري حط الشنط. شنط؟ شنط؟ فينا الفراخ؟ فينا الحمام؟ فينا الوز والبط؟ نكد عليك إيه دي؟ إيه جاي من الفيوم أنا؟ اقفل. ها عاملين ايه؟ لا الحمد لله، هي حماتي مش طالعه وراك؟ لا حماتك اندشت وقعت على رجليها اتجزعت الحمد لله، قصدي يعني كويس انها جت لحد كده، الدكتور ربطها لها وقال لها ما تدوس عليها لمده 10 ايام. انا ما كدبتش خبر، قلت لا لازم انا اجي اساعد انجي بنتي. لا ده انت نورت الدنيا، وانت عامل ايه؟ تمام تمام. يا مرارك يا انجي، ما كانش عاجبه صباح الخير يا زوجتي العزيزه، وديها قلبت بالموظفون في الارض. صباح الخير يا بابا يا حبيبي. ايه النور ده يا حبيبي؟ انجي وحشتني قوي يا حبيبي. وحشتني كمان يا قمر. وحشتني يا حبيبي. ازيك يا انجي؟ اهلا اهلا يا هبه حبيبتي. قلت لك 100 مره بلاش الحجمه دي، هقطع الخلف. معلش يا حبيبتي بس كنتي وحشاني قوي. ايه اختي الغيبه دي كلها مختفيه فين؟ ها معلش يا هبة والله، اصل انا بابا عندي اليومين دول وملبوخه معاه هو والولاد. لا يا حبيبتي الله يكون في عوني، امانه عليكي بقى تسلميني على الحاجه قوي. حاضر يوصل يا هبه يوصل. ولو احتجتي يا اختي اي حاجه اوعي تترددي، انده عليا بس. ابعت لك البت زغلوله، هي صح عندها 10 سنين بس ايه؟ اردى لهلوبه كده بتبرم في المكان. 10 سنين؟ لا متشكره قوي يا هبه، شايلاكي الوقت عوزه للتقيله. ماشي يا حبيبتي براحتك، يلا باي باي. مه. 10 سنين مفيش فايده فيك يا هبه، والله لا بلغ عنك حقوق الطفل. ربنا يهدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا بابا يا حبيبه قلبي، يلا اغسلي ايدك بسرعه عشان ناكل، علي جوه بيغير هدومه. حاضر حالا حالا. يا بابا الاكل ده كله، هو احنا عازمين حد على الغدا ولا ايه؟ عازمين حد ايه؟ هو انتوا امكم ما بتعملكوش اكل لما تكون عازمين حد؟ اعذرها يا جدو، قصدي ماي ما بتشوفش السفرة بالشكل ده غير لما نبقى عندنا عزومة، غير كده مامي بتدي لكل واحد طبق ناكله جنب الحيط. ولد اسكت، لو امك سمعتك هتسود عيشتك. ايه بتضحكوا على ايه؟ ضحكوني معاكم. لا يا حبيبتي اصل الاولاد كانوا لسه بيشكروا في السفرة اللي انت بتقدميها. بيشكروا في السفرة؟ حسابنا بعدين. ايه يا علي انت مكسوف تاكل في بيتك ولا ايه؟ ولا الاكل شكله مش عاجبك؟ لا 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 مش مكسوف ولا حاجه، ربنا يستر. قصدي يعني الاكل شكله جميل والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ الله الاكل تحفه. استمينك يا عمي. امال ايه يا ابني؟ ده انا واخد كورس طبيخ في البرازيل ايام ما كنت هناك الصيف اللي فات. وريدي يدخلوكوا البرازيل؟
عليك يا علي. شفت يا بابا انا بقالي قد ايه بنتك؟ اول مره اعرف ان انت بتعمل اكل بالطعامه دي. ما هي مامتي بقى الله، انت قصدي الله يسامحها ما كانتش بتخلي رجلي تخش المطبخ. ينصر دينك يا جدو، ده احنا ما كناش عايشين يا جدعان. تسلم ايدك يا جدو، انا اول مره في حياتي اكل اكل بالحلاوه دي. يا سلام، افهم من كده ان انا اكلي ما كانش بيعجبكم؟ مش انت يا استاذ سولي اللي كنت دايما تقولي يا مامي انت بتعملي احلى بيض مقلي في مصر كلها، قلت ولا ما قلتش؟ الف هنا وشفا يا حبايبي، فرمانج الدوي رقم واحد. اول ما نخلص على الاكل ماما الحبيبه هتقوم تشطب على المطبخ. اوكي اوكي. فرمانج الدوي رقم اتنين، طول ما انا عايش معاكم هنا يا حبايبي هتاكلوا احلى اكل من ايد جده. احلى اتنين فرمان من احلى جده في الدنيا. خلاص طول ما حضرتك هنا عليك الطبيخ وانا عليا تشطيب المطبخ. يلا ما تاكل يا علي. يو اخدف لك. والله حرام اللي انا فيه ده، حرام. ايه كل ده يا بابا؟ ايه كل الاطباق دي؟ انت بتاكل قبيله، ده احنا خمس تنفار، خمس تنفار بس. قال وانا فرحانه قوي اقول له انا اللي هغسل الاطباق. انا ستي النيله. بابا بابا ايه صار برايس؟ رايك يا انجي يا حبيبتي مش احسن من شغل الفلاحين اللي انت كنت عاملاه؟ اه حلو قوي حلو قوي بابا، تسلم ايديك يا حبيبي. وايه رايك في التاتشات؟ تاتشات تحفه تحفه. كان في شويه تاتشات هنا حبيبي، راحت فين؟ جحتهم للواد مغاوري ومسز مغاوري، دي حاجات بطلت من زمان يا انجي. يا بابا حرام عليك يا بابا، انا دافعه فيهم فلوس كتير بقى. لا ماشي حبيبي ماشي، مساء الخير، فداك يا حبيبي فداك. هساعدك يا انجي كل يوم تاتشات. ايوه يا جدو يلا يلا. ايه ده ايه ده، انتوا صحيين بتعملوا ايه لحد دلوقتي؟ ايه يا انجي، ايه يا انجي صوتك العالي دوت؟ ما كانتش حاجه لما الاولاد يرتاحوا من المذاكره ويلعبوا بلاي ستيشن شويه، وبعدين وطي صوتك عالي نايم. مذاكره ايه؟ دول المفروض يبقوا في سرايرهم، عندهم مدرسه بكره الصبح. ده ناقص يوم من المدارس، ايه يعني اللي هيحصل؟ الدنيا هتخرب. يلا فرمان جداوي بكره مفيش مدارس. بس يا بابا ما ينفعش كده يا حبيبي. ما ينفعش، خلاص الفرمان طلع، بكره مفيش مدارس، يعني مفيش مدارس. يعيش جد يعيش، يعيش جد يعيش، يعيش جد يعيش، يعيش جد يعيش، يعيش جد. يعني لا عارفه اشتغل في البيت ولا عارفه اركز هنا؟ منك لله، منك لله يا ام عليش على الحوسه اللي احتستها بسببك. ادخل. انا داخله من بدري. ايه الجميل سرحان في ايه؟ ازيك يا كوكو؟ بابا والله يا كمال يا بابا، على قد يا حبيب قلبي ما بيحاول يساعدني في البيت ويعمل كل اللي يقدر عليه، على قد ما هو تعبني قوي، تعبني يا كمال، يا بوظ العيال ومدلعهم، مش عارف اعمل ايه. ده غير بقى التاتش بتاعه اللي حاططه لي في كل حاجه وتقل المواعين بتاع كل يوم. انا تعبت تعبت يا كمال، يا مش قادره. تعرفي يا انجي انا ايه اللي مستغرباه؟ علي جوزك ازاي ما عملش حركات النص كوم بتاعته اللي بيعملها مع طنط لطيفة؟ اطعم الفم تستحي العين. اه عاجبه يا ستي اكل بابا قوي، ده غير طبعا ان انا مش مركزه معاه خالص وهو منطلق عشان ملهيه انا مع بابا والعيال. بجد يا انجي؟ طب والنبي خلي باباكي كده يقولي على كام وصفه جديده لحسن حسين جوزي. كاميليا كاميليا انا مش ناقصه فرسه. طيب خلاص. بستك ايه؟ خلي مامتك تبستك على باباكي وتكلموا كده بطريقه غير مباشره وتقنعنا هم يروحوا البيت. يا ريت، بس هي المشكله مش في ان بابا يبستك خالص،
المشكلة لما بابا يمشي أنا هعمل إيه من بعده؟ وبعدين حبيبة قلبي ماما مش قادرة تمشي بعد ما وقعت. دي بشغلة يا إنجي. منين يا كاميليا؟ هو إيه الموضوع مش بالساهل يعني؟ أجيب إيه بنت عندها 10 سنين زي اللي عند جارتي هبة؟ ولا الصنيورة اللي عند جارتي التانية منال؟ عشان تخطف بقى علي والعيال ومش بعيد كمان تخطف شغلي بالمرة. إيه 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 شغل الدراما اللي أنت عايشة فيه ده؟ هو يا إما عيلة يا إما مزة. نقي لك حاجة في النص. فين النص ده؟ ما شفتوش أنا. وبعدين أنت مش عارفة إن في أزمة شغالات في البلد. بت يا إنجي أنت ربنا بيحبك. عرفتي إزاي؟ أقول لك، البوابة عندنا تشتغل مخدماتية، جايبة شوية خدمات زي الفل لنص الشارع عندنا. بجد؟ بجد يا كاميليا يعني أعتمد عليكي في الموضوع ده؟ عيب يا بنتي. أعتمد عليكي؟ لا، أنت تعتمدي على البوابة. نادلة قولها كده. يا أهلا يا أهلا، إيه النور ده يا كاميليا؟ ميرسي. لا أنا أخد الأحمر. طبعا. متشكرة قوي يا حبيبتي، مش عارفة أقول لك إيه والله، خدمتيني خدمة. يا حبيبتي على إيه؟ دي أقل حاجة أعملها لك. شكلها بنت حلال، بنت حلال قوي. بس عايزة أطلب منك حاجة قبل ما تمشي، اقعدي معاها كده قولي لها كلمتين. الأمانة عندي أهم حاجة، يا ريت تقولي لها ما تمدش إيديها على حاجة، واللي هي عايزاه من اللي عندي قبل اللي عندي أنا أديهولها بنفسي. إنجي ممكن تهدي شوية؟ حبيبتي أنا لا يمكن أجيب لك واحدة من الشارع. أنا قبل ما أجيبها لك خليت حسين يتقص عليها، وانت عارفة تحريات حسين دقيقة موت. قال لي بقى ان اسرار دي من اهم مميزاتها النظافة والامانة. اسرار؟ الله، اسمها حلو قوي، مميز كده. ربنا يستر يا رب. اطمني، دي على طمانة حسين. تعملي ايه يا اسرار؟ بنضف يا ستي. بنضف يا ستي؟ حبكت؟ مفيش غير الحته دي اللي تنضفيها دلوقتي. روحي يا اسرار شوفي حته تانية نضفيها. حاضر يا ست. ولا اقول لك ما تتعبيش نفسك، خليكي، هي فعلا محتاجه تتنضف. اسمعي يا اسرار. اسمعي براحتك. لا، ما هي لما جت تحكي لي على اللي حصل قعدت تقول لي دي اميره خرجت النهارده مع صاحبها بقى ومسك ايديها، وقعدت تقول لي لا مش هحكي لك الباقي. لا 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 لا، هي لما قالت لي كده. تعملي ايه عندك يا اسرار؟ بلمع يا ستي. بتلمعي؟ بقالك ساعه بتلمعي في نفس الكرسي لما جبتي له تسلخات. بطلي العدس الزباله دي، يلا على المطبخ. حاضر يا ستي. حاضر يا ستي. يا حومتي، الله يكون في عونك يا ست انجي. انت يا اسرار الزفت، اقفلي المايه في المطبخ، خلينا اعرف تلاقي استحمى في سنتكم السودة. الله يكون في عونك يا سعالي. افلاها والنبي يا سعالي. يا اختي ما انا ماشيه الا لما يلموا لي كل الاكل واخده معايا في كيس. معاك يا مدامك سكر. بس انا يا اختي زعلانه منك كده برضك يا انجي، تشتري غساله جديده وما تقوليش لجارتك حبيبتك. ايه يا اختي، خايفه احسدك ولا كنتش احسدك؟ على العموم الف مبروك. الله يبارك فيك يا هبه. بس انا لسه كنت هقول لك حالا اهو. بس انت عرفتي منين يا قروبه؟ يا اختي هو في حاجه بتستخبى؟ ده الغساله صوتها ملعلع كده ومالي العماره كلها. والله اللي يا اختي، هو انت لا مؤاخذه يعني زي ما بيقولوا كده بتشخري وانت نايمه ولا دي اشاعات؟ لحلمك انا ما صدقتش وقلت لهم لا اكيد دي اشاعات، دي انشي دي حبيبتي. وانا صوتي برضو ملعلع في العماره كلها؟ خليناش نتكلم بقى، خلي الطبق مستور. اسرار. نعم يا ستي.
ارمي هدومك يا حبيبتي. ليه يا ستي؟ من غير ليه يا ستي؟ بره. والله خسرتيها، دي كانت كتومة قوي قوي. أسرار أسرار بنت أسرار. هاي علي، أسرار مش موجودة، كنت عايز حاجة؟ كنت عاوزة تعملي كوباية شاي. البنت المزغودة دي راحت فين؟ شحنتها على بلده. أصلها بصراحة يا علي مطلع كل أسرارنا برا البيت ومشردانا عند الجيران، قلت بقى ألحق أطردها قبل يوم الخميس بدل ما تشرد لك أنت كمان، يعني أنت فاهم يا حياتي؟ والله عندك حق، دي راحت في 60 ده. ده انا كنت حاسس ان انا قاعد مع رافض العجان يا شيخ، دي كانت بتطلع لي من حتت غريبه، دي كانت بتلبس غيارات. هي انجي هينكشحت بقى يا حبيبي، البس غياراتك براحتك. طب مين الجميل الامور اللي هيعمل لي كوبايه الشاي اللي نفسي فيها؟ لا يا علي، لا يا علي، الشاي بيسهر يا حبيبي، بيسهر، وبعدين انت عندك شغل بكره بدري. بس لو مصر قوي يعني ان انا اعمل لك كوبايه شاي، اللي عندي قبل اللي عندي. وانا بديك الساعه لما علي حبيبي جوزي يطلب مني حاجه. بس بقى ايه رايك تقوم معايا وتساعدني في لم الغسيل ونطبقه مع بعض ونقعد نرغي كده؟ هتلاقي سبحان الله يا علي سحر سحر، النوم راح كبس عليك على طول. هو مبدئيا النوم كبس عليا، وبعدين الشاي بيسهر فعلا. حبيبتي هاي يا ست الكل، تأمرنيش باي خدمه تاني؟ ام عفيفي عايزاك تبيضي وشي. ها ست انجي ديت تحطيها على دماغك كده اهوت، وتخلي الشقه ديت زي الفل. يلا يا حلو، خشي بقى المطبخ، شوفي بقى المقشه، ويلا لمي بقى الدنيا، يلا اتكلي على الله. يلا يلا. هيا ست الكل، عايزاش حاجه مني تاني؟ اسمعيني كويس يا سيده، انا لو حصل لي المشهد بتاع رجلي بتوجعني يا بنتي والنبي ايدك حنينه قوي، عارفه المشهد ده؟ اقسم بالله لو حصل هجيبك من شعرك. وحياة النبي ضحكتيني يا ست الكل. لا ما تخافيش، بالك ام عفيفي دي بتشتغل في البيوت من وهي بنت 7 سنين كده اهوت، واسم الله على مقامك مجوزه 6 بنات ومشوراهم شوار ايه عقبال ما تجيبي لعيالك يا رب. ودلوقتي بقى نزلت تشتغل علشان تشور الاحفاد. عندها احفاد كمان؟ اه ما ما شاء الله ما شاء الله، بس اديني حذرتك. لا ولا يكون في بالك ابدا، ده اسم الله على مقامك صحتها ايه عافيه. ادعي بس كده هوت من قلبك ان يدينا ويديكي ربع عافيتها ديت. ها عايزاش حاجه مني تاني؟ هنزل بقى علشان المطرح لوحده والسمغاوري مش موجود. اي خدمه؟ لا متشكره، اتفضلي. تعيشي يا اختي وتدي. سلام عليكم. وعليكم السلام. الست هتحسدها، ربنا يستر. الست دي امي شقيانه طول عمرها، ما شالتش غير همي ولا اخر صبرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيده ما فيش غيرها. طول عمري متربي في خيرها، هي الوحيده ما فيش غيرها. ليه بس يا سيدة؟ أنا مستعدة حبيبتي أديها الفلوس اللي كانت بتاخدها كل شهر، بس تقعد في بيتهم. حرام ست كبيرة في سنها تشتغل. إذا كان بقى يعني عيالها مستحملين، أنا قلبي يا ستي ما يستحملش. آه واحدة تانية اسمها نعمات؟ طب هي اللي عندها قد إيه نعمات دي؟ 40؟ حلو 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 40. طيب يا حبيبتي ماشي، مع ألف سلامة. يا رب يا مسهل، ربنا يجعلك من بتوع ألعاب القوى يا نعمات يا رب. حاضر يا ستي. وما تنسيش ما تنسيش تشدي السيفون، أنا على طول بفكرك يا نعمات. حاضر يا ستي. طيب قومي بقى شطبي اللي في المطبخ واعملي لي كوباية شاي حلو بعد ما تخلصي. يلا يا صلاة الزين، هو ده تلفزيون ولا شاشة سيما؟ الله يخلي
يخرب بيتك يا شيخ، الله يخرب بيتك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. النور عندكم ما بتقطعش ابدا. فيخ من اول عده دي يا انسة مي. هي بكامرتين؟ ميرسي. نعمات حبيبتي، ممكن تعملي لي نسكافيه؟ حاضر. شكرا. تنسيهاش التليفون يتكسر. خدي روحي. انا اسفه. رغم ان انا هتلطم من بعدك. نعمات انتي طالق، قصدي اطلعي برا بس بعد ما تعملي النسكافيه والنبي. صباح الخير يا علي، انا نازله عايزه حاجه. عايزه من حضرتك كارت 100 جنيه وانت جايه، لحسن رصيدي ما بقاش فيه الا 50 جنيه. لا يا علي كده كتير، حاطه لي التليفون رشقاه طول النهار في الطرحه بتاعتك واقول ماشي عديتها مع ان الحركه دي بتفرسني. لوك 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 صداع ليل ونهار في التليفون واقول ماشي سيبيها تتسلى، انما اول امبارح اكون جايبه لك كارت ب 100 جنيه والنهارده تطلبي تاني؟ انت كده بتاخدي مره ونص قد مرتبك كروت شحني حبيبتي، كده كتير. ما انت لو كنت دخلتيني على الباسبورت والنت كان زماني دلوقتي وفرت عليكي. استني استني، الايه؟ الباسبورت والنت. كان زمان دلوقتي وفرت عليكي وكلمت الناس كلها على الفايبر او على البي ام او على الواتس. لا وعلى ايه؟ ليه كل الشغلانه دي فايبر واتس لا انا اقول لك حاجه، سيبك من كل ده والبسي كده هدومك وانا هبعتك لحد عندهم تتكلمي معاهم بقى فيس تو فيس بقى. وايه هيصه؟ ايه رايك؟ ليه كده يا مدام؟ يلا حبيبتي. واصبرت واصبرت. آخر روقان. أيوة بقى يا أنوج، مقالاتك الجامدة. يا رب يا عويل، جو بديع. قفلي على كل الماضي. قفل قفل قفل. استعنى على الشقة بالله. سبد الأفكار بقى.
لا مؤاخذة يا ستي، كنت عايزاكي في موضوع كده. خير يا معويس، اتفضلي قولي. البنت بنتي بعد عنك جالها الفيروس اللي بيجي في الكبد، وهتحتاج لحقن، والحقنه تكلف لها في الشهر يجي 1000 جنيه. والواد اخوها سرحوه من الشغل اللي كان فيه، وانا مش عارفه اعمل ايه. كلك نظر بقى يا ستي. مش دي بنتك اللي جالها ثقب في القلب اول امبارح؟ وجالها كمان فشل كلوي من 10 ايام، ده غير الفتاء اللي من اسبوع، وابنك يا حرام اللي اتخانقوا معاه وفتحوا له راسه بالكوريك. ايه لحق ايه؟ اشتغل امتى علشان يرفدوه؟ ها؟ انا يا ستي ما قلتلكيش؟ لا ما قلتليش. احنا عند 4 عيال يا ستي مش 2. نو دونت تيل مي. 4؟ هو انا ما قلتلكيش؟ ما قلتليش. ام عويس. نعم يا ستي. I love you and goodbye. ليه يا ستي؟ goodbye يا ام عويس. عند 4. اتكلي على الله يا وليا. عند 4 يا ستي. اضربها بايه؟ اتكلي على الله. اتكلي لله. ضيعتي زبد الافكار. ربنا يهدك.